بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الحضور الكرام، أهلا بحضراتكم في اليوم الثالث لمبادرة شرح برامج المسابقة الطلابية 2022 مع تطبيق مايكروسوفت باوربوينت 2019. عشان ما نضيعش الوقت مع حضراتكم، هنبدأ نكمل مع بعض من آخر المحاضرة اللي فاتت، محاضرة أمس. كنا احنا امبارح اتكلمنا عن الفرق في نهاية المحاضرة ما بين الترانزيشنز والانيميشنز اللي هي تأثيرات الحركة. سريعا كده، احنا اخر حاجة وقفنا لها اللي هي ثابت الترانزيشنز او الحركات الانتقالية، وعرفنا ان الحركات الانتقالية دي بتتم على الشرايح، وازاي ان انا اتحكم في الديوريشن او مدة عرض او مدة الانتقال ما بين شريحة والتانية، وازاي اطبق الحركة الانتقالية على شريحة والتانية بشكل منفرد، أو أطبق حركة انتقالية واحدة على كافة الشرائح. وكذلك إذا كان عملية الانتقال أو تأثير الحركة هيتم بشكل أوتوماتيكي أثناء العرض بمدة معينة، أو أثناء الكليك بالماوس من خيارات تأثير الحركة في نهاية الريبون اللي احنا شايفينه ده في الترانزيشن. اتمنى ان شاء الله يكون الصوت واصل لحضراتكم والعرض كمان. في الانيميشنز زي ما دردشنا امبارح مع بعض، وعرفنا ان الانيميشنز دي عباره عن الحركات والتاثيرات اللي بتتم على العناصر اللي موجوده داخل البرزنتيشن بشكل كامل. يعني لو ان الحركه الانتقاليه اللي هي ترانزيشنز بتتم على الشرائح اللي هو انتقال شريحه تانية، فالانيميشنز هي تاثيرات الحركه اللي بتتم على العناصر اللي احنا بنتكلم فيها كلها في محاضره امبارح عن الاوبجكتس او العناصر اللي انا بدرجها داخل الشرائح بتاعتي، سواء كانت تكست نصوص يعني، او كانت اشكال، او كانت صور، او كانت حتى فيديوز. المفروض ان التاثيرات اللي انا بعملها على كل الكائنات دي كلها والعمليات اللي بتتم عليها والاوبشنز بتاعتها كلها موجوده في تابه اسمها تابه الانيميشنز. نحاول نقتصر في الوقت قدر الامكان ونطلع بالاستفاده قدر المستطاع وانا موجود في تابه انيميشنز. لو احنا بدانا ندرس كده ايه معنى الحركه، وايه هي الفرق بين الحركات المختلفه، وازاي بتتطبق على العناصر وتحكم فيها بشكل مباشر، هنبدا مع بعض نتكلم واحده واحده. بداية كده بعتذر عن الانقطاع. بداية كده، واحنا لما انا فتحت انيميشن تاب من الشريط القوائم الرئيسي، هنلاحظ ان تأثيرات الحركة او معظم الكوماندز او الاوامر اللي موجودة في الريبون بتاع الانيميشنز كلها غير نشطة، وده لان انا واقف في الانيميشن بين، مش واقف داخل الشريحة، لان احنا قلنا ان الاوامر دي كلها بتتنفذ على العناصر داخل الشريحة الواحدة. فكوني ان انا هدخل داخل شريحه معينه وهبدا احدد، بمجرد ما احدد اول اوبجكت او اول عنصر موجود معايا، هتلاقي ان كل الكوماندز الموجوده في البين هتبدا انها تكون نشطه، علشان ان انا ابدا اطبق تاثيرات الحركه اللي انا عاوزها على اي عنصر من العناصر المختلفه. لو احنا مثلا على سبيل المثال بدانا بالايكون اللي موجوده دي، اللي احنا عملنا لها ادراج في نهايه المحاضره امبارح او في نهايه تابت انسرت، هتلاقي ان انا عاوز اعمل حركه معينه للدخول. يعني انا مثلا عملت حركات انتقاليه لحد ما وصلت للشريحه اللي انا واقف فيها دي، وليكن الشريحه رقم 3، وانا عاوز اشتغل على الحركات الانتقاليه للعناصر. تمام، هطبق حركه انتقاليه معينه. الاول انا هفتح الانيميشنز اللي هو الجزء ده كله او الجروب ده كله الخاص بالانيميشنز. هلاقي فيه جزئين، جزء خاص بالانيميشن وجزء خاص بالافكت اوبشن. يعني انا هعمل تاثير معين من التاثيرات دي كلها، هيطبق التاثير ده على العنصر اللي انا محدده. بعدها مباشره في مجموعه من الخيارات خاصه بكل حركه هي الافكت اوبشن. بمعنى ان انا مثلا على سبيل المثال لو عاوز اقول ان الحركه دي تو فلاي ان،
يعني انت يحصل لها طيران الى الداخل، يعني تبدا تنطلق من الخارج للداخل. نجرب الكلام ده، ان زي ما احنا اتفقنا ان في اوبشن جميل جدا في الاصدارات الاعلى من الاوفيس، ان هي بتعمل بريفيو بمجرد ان انا مع حاجه بس على الامر، او ان انا هنفذ الامر كده هلاقي ان الحركه تمت. كده الحركه تمت بشكل ايه؟ افتراضي، يعني خدت تاثير الحركه وبعدين خدت الخيارات الافتراضيه للحركه. اللي هي ايه الخيارات الافتراضيه للحركه؟ ان انا خدت فلاي ان، فاتضح ان مسار الحركه اصبح من اسفل الى اعلى. تمام؟ لو انا عاوز اغير مسار الحركه دي او اتجاه الطيران كفلاي ان، هتلاقي عندي الاوبشن اللي اسمه افكت اوبشن. الافكت اوبشنز ده بس عشان نلاحظ، وكمان خصوصا ابنائنا الطلبه وهي بتشتغل على اختبارات الام او اس، المفروض ان انا باخد الاتجاهات بتاعت الحركه، فالافكت اوبشنز بتتغير مسمياتها حسب نوع الانيميشن اللي انا مختاره. لان احيانا كان ممكن تلاقي حد بيشتكي اثناء الاختبارات يقول لك انا مثلا في سؤال كان محتاج مني ان انا اغير مسار الحركه ومش لاقي الاوبشن في المكان المناسب. يبقى اذا هو كان اختلط عليه الامر ان هو اختار انيميشن معين غير اللي كان مطلوب في البدايه. يبقى المهمة انا عاوز مثلا اطبق انيميشن معين بناء عليه، هتلاقي ان الافكت اوبشن بيختلف. الاول ان هو ده فروم بوتوم، يعني ده كده اتجاه الحركة من اسفل الى اعلى، كده فروم لاي فروم بوتوم ليفت. تمام؟ كده فروم توب رايت. تمام؟ لو انا عاوزه مثلا اجيبه من اليسار او من اليمين بهذا الشكل. كمان كده الانيميشن لما بيقول لي اد انيميشن، كده انا هضيف حركه اخرى بعد الحركه دي. بعد كده هلاقي الانيميشن بين اللي هيكون فيه مجموعه عمليات مهمه جدا 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 ممكن تدفعني ان اخلي البرزنتيشن بتاعي اكثر جاذبيه. يعني انا مش بس ان انا اختار حركه واختار الافكت عليها او التاثير عليها وخلاص كده كفايه، لا، في عمليات كتير بتتم هنحاول نتناولها بشكل مختصر وسريع ونحاول نستفيد قدر المستطاع من الحاجات الواضحه المهمه فيه. انا هسيب الانيميشن بين يعني ثواني كده، وهنتقل بحضراتكم عند الجروب بتاع التايمينج الخاص بالانيميشن. جروب التايمينج اللي هو ايه؟ اول امر فيه مهم جدا هو ستارت اون كليك، وده على حسب البرزنتيشن اللي حضرتك هتعمله. لو حضرتك عامل برزنتيشن الهدف منه ان انت اللي هتعرض بصوتك وهتتكلم وهتعرض كل جزئيه فيه، يبقى اذا عاوز تعمل الانتقال ما بين عنصر وعنصر، كل ما هتتكلم عن عنصر معين حضرتك لازم تحدد دخول هذا العنصر. فبالتالي انا المفروض هختار ستارت اون كليك اللي هو الشكل الافتراضي للبرزنتيشن. ايه المقصود بستارت اون كليك ولا ويز بريفيوس ولا افتر بريفيوس؟ الثلاث اوامر دول، ان هو كلمه اون كليك ان هو المستخدم او العارض او البريزنتر الخاص بالباوربوينت برزنتيشن اللي معمول، بمجرد ما يعمل كليك بالماوس هتبدا تنطبق الحركه بعد الترتيب زي ما هنشوف في الانيميشن بين. يعني هو كده بمجرد ما يعمل كليك هتبدا الحركه حسب الديوريشن اللي انت عامله وحسب نوع الحركه اللي مختارها وحسب اتجاه الحركه انها تنطبق. تمام؟ كل ده بيتم طبعا في السلايد شو، يعني انا وشغال كده في العرض النورمال او في العرض العادي بتاعي انا كده يعتبر شغال بظبط في البرزنتيشن وضع التحرير، لكن انا شغال بعمل سلايد شو هو كده فاينل وكده انا ايه ببدا اشتغل. المفروض ان انا كده عملت سلايد شو فظهرت الشريحه وعندي عنصر في الشريحه مش ظاهر، هو العنصر الوحيد اللي انا عامل عليه انيميشن. فبالتالي كده المفروض ان انا مختار اون كليك، كليك واحده بالماوس هيبدا ينطبق تاثير الحركه اللي هو عمل، وده اللي مقصود لما اقول البريزنتر او العارض هو اللي بيتحكم في العرض بهذا الشكل. كذلك الامر تحتها مباشره هلاقي ده الديوريشن، ديوريشن المره دي عن الترانزيشن. الترانزيشن كان فيها ديوريشن برضو لكن خاص ب مده انتقال الحركه، يعني مده عرض التاثير نفسه ما بين شريحه والتانيه. هنا بيقول لي ان الديوريشن اللي هي مده دخول الاوبجكت نفسه اللي حضرتك عامل عليه الانيميشن، برضو بيحاسبني بالربع ثانيه. تمام؟ يعني كده انا بتحرك بالمقدار ربع ثانيه، كده نص ثانيه، كده ثلاث اربع ثانيه، كده ثانيه كامله. تمام؟ كده ثانيتين. فكل ما انا هزود في المده الزمنيه كل ما هياخد وقت، وهنحاول نجربها مع بعض مثلا عشان ايه مره واحده حتى
هو المفروض كان نص ثانية، لو خليتها مثلا لمدة ثانية واحدة. هنحاول نعمل سلايد شو واعمل كليك عشان يدخل كده. بدأت العملية ايه، تبقى اكثر بطئا على اساس ان انا اخترت اني العرض زودت مدة العرض او الديوريشن بتاعت العرض مرة تانية الى ثانية واحدة بدل ما هو كان نصف ثانية يعني. معلش انا بقى حابب ان انا حد يفيدني من الزملاء البريزنترز، هل الصوت واضح ولا فعلا الصوت عندي انا واطي؟ أستاذتنا الافاضل اللي معانا سواء مستر جدري او الاستاذة ناهد، لو حد من حضراتكم سامعني. كان في حد على الدردشة بيقول ان الصوت مش واضح. تمام، أشكرك جدا. تمام، هكمل مع حضراتكم، ولو في أي حد من حضراتكم عنده مشكلة في الصوت يا ريت يحاول يعمل مغادرة ويعمل دخول مرة تانية، أو إن هو يعلي السبيكر بتاع الجهاز عنده، لأن الصوت أنا واضح إن أنا متابع من جهازين، فأنا حاسس إن الصوت كويس والعرض ماشي في نفس الوقت يعني. نكمل واعتذر عن المقاطعة وعن الشرود عن المضمون. المفروض ان انا دلوقتي بتكلم عن ايه، الجزء بتاع التايمينج. تمام، اللي تحت الديوريشن حاجة اسمها الديلي. الديلي اللي هو ما بين الحركات بقى، يعني انا عندي اكتر من حركة موجودة على شريحة واحدة، تأخير الدخول عنصر عن الاخر. ديلي واضح انها تأخير. تمام، فانا عاوز دلوقتي ايه، اغير مده التاخير. هو كده معمول ان مفيش اي نوع من الديلي. طيب كويس، طب باقي العناصر بقى ايه اللي هيتم معايا؟ قال لي نفس الكلام، حضرتك هتعمل نفس الكلام على كل اوبجكت حسب ما حضرتك حابب. انا حابب من دلوقتي ايه، ان انا اعمل تاثير على اكتر من حركه، فهنطبقهم مع بعض وكاننا بنراجع العمليه دي مع بعض اللي احنا عملناه، ولكن هي عملية مراجعة الغرض منها ان انا هنتقل لجزئية تانية هنعرفها بعد دقائق بسيطة ان شاء الله. انا دلوقتي عندي مثلا picture زي دي او image زي دي، صورة، وعاوز اعمل عليها حركة معينة. تمام، وليكن مثلا هختار الزوم. هنجرب مع بعض الافكت اوبشنز المرة دي زي ما احنا اتفقنا وقلنا في بداية الكلام، ان انا بختار مثلا على سبيل المثال حركة معينة بناء عليها بتختلف الاوبشنز. يعني لما اخترت فلاي ان كان اتجاهات بقى يمين شمال او من اقصى اليمين او اقصى اليسار. فهنا الاوبجكت سنتر زي ما انت شايف هو راسم لي الاتجاه بتاع الحركة بهذا الشكل يعني. تمام، لو اخترت سلايد سنتر برضو نفس الفكرة. هيعمل زوم بالنسبه لقلب الشريحه يعني، سلايد سنتر الزوم هيبقى من قلب الشريحه. طب هنا دلوقتي برضو خاف سكند وعامل اون كليك. لو انا زودته ل 1 سكند وبعدين بدات اعمل ايه، اول زر على فكره احنا ما جيناش ناحيته لان احنا ما كناش طبقنا حاجه، هو بيعمل بيرفيو اللي هو بيعمل معاينه. تمام، كده عمل لي حركه ولاحظنا يمكن الفرق ما بين المعاينه الاولانيه للشريحه او للحركه والمعاينه الثانيه بعد زياده الديوريشن او المده الزمنيه. طيب انا عندي تكست اتنين هنطبق عليهم مثلا. الابير الافكت اوبشن اد وان اوبجكت. تمام، تحت نفس الكلام. لو انا عملت دول مثلا في البدايه كده اروح لهم واخلي دول مثلا اخليهم باليت ليست. بعد كده انا هعمل ايه، هطبق حركه، هروح للانيميشن وبعد كده هختار حركه معينه ولكن فلاي ان، وبعد كده هروح للإفكت أوبشنز وهختار فروم توب. تمام، لغاية دلوقتي زي الفل. أصبح عندنا شريحة واحدة
فيها اكتر من كائن، تمام؟ في فور اوبجكتس او اربع كائنات عملت بيهم اربع حركات بتاثيرات مختلفه شفناهم مع بعض، تمام؟ هنا يجي بقى ايه دور الانيميشن بين. الانيميشن بين هو اللوحه الخاصه بالحركه والتاثيرات عليها. كده انا هبدا اعمل اوبشنز عليها. الاوبشن الاول السهل اللي هو انا واقف على حركه معينه هعمل لها بيرفيو، فهيبدا يعمل يشغل الحركات اللي موجوده كلها من اول الحركه اللي انت واقف عليها، تمام كده؟ انا مثلا الحركه اللي هو جرافيك 3 اللي هو الصوره رقم 3. طيب هنلاحظ مع بعض برضو ان هو كده خد ترتيب بشكل افتراضي، اللي هو من اول حضرتك ما بدات فخد الحركه دي رقم واحد اللي هي الشكل الايكون هنا، فدي اول حركه هتظهر مع اول كليك تعمله بعد ما تعمل سلايد شو، بعدها البيكتشر على اساس ان انت خدت الترتيب ده، بعدها التكست ده، بعدها ده، تمام؟ فانا دلوقتي حالا المفروض ان انا عاوز اعيد ترتيب هذا الكلام. اول اوبشن اللي هو هتعمل بلاي فروم، فهو هيشغل لك الحركات كلها على اساس يعمل لك بريفيو معينه للشغل وانت بتعرض. بعد كده الجزء الثاني مباشره هو ايه؟ الترتيب بتاع الحركات. يعني مثلا هنا ده المفروض هو الدخول الاول ده لاول عنصر في الشريحه، يعني مجرد ما انا هعمل سلايد شو كده بلانك سلايد هبدا اكليك بالماوس هيبدا اول عنصر ثم العنصر الثاني ثم العنصر الثالث ثم العنصر الرابع بنفس الترتيب اللي حضرتك عملته. لو انا عاوز اغير في الترتيب ده، تمام، بحيث ان انا اخلي النص ده يبدا الاول وبعدين الصوره وبعد كده اجيب الباقي، تمام، هعمل الكلام ده ازاي؟ وانا كده المفروض ان هو ترتيب الحركات، كل ما هكليك على حركه من الحركات، على فكره دول انت مش بتحدد العناصر اللي موجوده في الشريحه، لا انت بتحدد الحركات. يعني انا دلوقتي كده حتى تلاحظ ان المربع الصغير اللي جنب كل اوبجكت هو اللي بيبقى نشط معايا، لان انا كده في الانيميشن بين، تمام، غير لما احنا كنا في السلايز في السايز بين بالنسبه للاوبجكتس الموجوده وانا بحدد الشكل نفسه او الصوره نفسها، لكن دلوقتي انا بحدد حركات. فانا حاليا دلوقتي في حددت حركه معينه، الحركه دي بتنطبق على ايه؟ على التكست اللي تحته، تمام، الحركه دي بتنطبق على ايه؟ التكست اللي فوق مني وده، تمام. طيب انا عاوز ده يبقى ده الاول العنوان، عندي اكتر من اوبشن ان انا اخلي ده في الاول حركه، عاوز اخليه رقم واحد. الاوبشن الاول ان انا اكليك واسحب، اكليك واسحب واخليه اول واحد، تمام. الحركه الثانيه ان انا هقف على الحركه نفسها وعندي السهمين دول اللي هو تغيير ترتيب الحركه، كده باخد الحركه الى اعلى وكده بنزل بيها الى اسفل، تمام. طيب عندي اوبشن ثاني كمان لقيت تنشط معايا اللي هو ري اوردر انيميشن فوق. ري اوردر انيميشن الجزء ده خاص برضه بترتيب الحركه، يعني الاوبشن الواحد اهو قدامك الثلاث طرق بتعمل نفس الاوبشن، تمام. يعني انا لو جيت حبيت اعمل معاينه دلوقتي حالا اهو اعمل مهنه مثلا معاينه كده، تمام، هبدا اعمل سلايد شو واجرب واعمل كليك، ده كان اول ظهور، ده الثاني، ده الثالث، ده الرابع، وبعدهم الصوره. طيب بعد كده هروح لنفس المكان، يبقى تغيير ترتيب الحركه من العمليات المهمه جدا اللي انا بشتغل عليها في الانيميشن بين. غير كده وكده ان انا بغير التايمينج، لو انا وقفت جنب كل حركه حضرات هلاقي انا بمجرد ما حددها هتلاقي في سهم صغير ظهر كده معايا، السهم لو ضغطت عليه كليك شمال هيظهر معايا قائمه مستدله فيها مجموعه اوامر. لو انا مثلا وقفت على الحركه نفسها برضه وعملت كليك يمين هلاقي نفس مجموعه الاوامر. هقول تاني مره تانيه ان انا دلوقتي ايه في الانيميشن بين. الانيميشن بين انا في الاساس ظهرته منين؟ ظهرته وانا واقف داخل الشرائح وبعد كده فاتح الانيميشن تاب، وبعد كده هلاقي في الادفانسد انيميشن هلاقي في من فوق كده اسمه الانيميشن بين، هكليك عليه يتنشط وهيظهر معايا كده في لوح على الجنب اقصاد النافيجيشن بين من الناحيه التانيه، تمام. طيب انا المفروض عملت مجموعه عمليات وهو اولها اعاده ترتيب الحركات، في قائمه منسدله بتظهر معايا فيها مجموعه اوامر ممكن تفيدني في شغلي. المجموعه الاوامر دي عباره عن ايه؟ المجموعه دي بجيبها منين وازاي؟ ان انا انشط اي حركه،
وبعد كده هلاقي السهم اسود صغنن كده بيظهر معايا، كليك شمال عليه تظهر القائمه دي، او حاجه على الحركه نفسها واعمل كليك شمال كليك يمين اسف، وبعدين هتظهر نفس القائمه. الكلام ده بينطبق على كل حركه من الحركات، يمكن في بعض التغييرات حسب نوع الحركه، تغييرات بسيطه ممكن ما تهمناش قوي واحنا شغالين. طيب العمليات دي بتتم ازاي؟ تعالوا ناخد واحده مثلا على سبيل المثال ونحاول نعدي كده على كل اوبشن من الاوبشنز الموجوده. طيب ستارت اون كليك ده احنا اتفقنا خلاص ان انا هخلي الستارت اون كليك ده على اساس ان انا اللي هعمل البرزنتيشن بنفسي، فانا هعمل اون كليك. ستارت ويز بريفيوس يعني الحركه اللي قبلها مباشره هتشتغل، هتدخل معاها في نفس التوقيت. افتر لو انا مثلا هتحكم بقى في التوقيت والديوريشن واسيب هو يعرض مع نفسه، يبقى افتر بريفيوس، بمجرد ما تنتهي الحركه هتبدا وراها مباشره الحركه الثانيه. الافكت اوبشنز دي حسب الحركه. يعني المربع الحواري اللي ظهر معايا ده بمجرد ما اخترت انا افكت اوبشنز تمام، بيختلف حسب نوع الحركه اللي انت مختارها، عشان بس ما حدش اختار حركه معينه ويقول افكت اوبشنز مختلف. التايمنج ده اللي هو التوقيت خاص بالديوريشن والديلي اللي هم موجودين اصلا فوق، تمام الكلام. طيب التايمنج اساسا انا لو رحت للافكت اوبشنز هلاقي عندي التايمنج موجود، لان هم نفس البين او نفس الويندو يعني، تمام. طيب الافكت ان انا ممكن اضيف صوت للحركه من الاصوات اللي موجوده، تمام. حتى الباوربوينت برزنتيشن بيتيح معايا ان انا ممكن اعمل استيراد لصوت معين من الخارج من الجهاز عندي، تضيفه لمجموعه الاصوات عشان ينطبق مع الحركه. بعد كده لو انا بشتغل على تكست مثلا معين، قال لي ممكن في بعض الاوبشنز تضيفها عليه، ان هو مثلا بيقول لك ان انت النص كله الباراجراف كله اللي هو السطر الموجود ده ان هو هيدخل عمليه الدخول بتاعته حسب الحركه اللي عملتها، او اول ات وانس يعني كله مره واحده، او باي وورد او باي ليتر. يعني باي وورد يعني هيدخل بالكلمه، هو ثلاث كلمات فهيدخل كلمه كلمه، ثم باي ليتر بالحرف. برضو الحاجات دي انا ممكن ايه تفيد. طيب انا همشي من هنا تمام واشوف حركه تانيه نفس الكلام، وهقول افكت اوبشنز. بعد كده انا هختار من الاوبشنز اول حاجه اللي هو الفانيشنج بوينت اوبجكت سنتر ولا سلايد سنتر، يعني هو دلوقتي هيعمل زوم، هيعمل زوم من قلب الاوبجكت اللي هي الصوره نفسها، ولا هيعمل زوم من قلب الشريحه كأن الصورة كده منبثقة من قلب الشريحة، بس دي الفكرة اللي فيها تمام. وبرضه الكلام الفكرة فكرة الساوند والتايمنج اساسا انا بشتغل عليه كله في الانيميشن بين. الديوريشن هنا موجودة فوق عندي الحمد لله، والستارت اون كليك ولا ويز بريفيوس، والديلي اهي موجودة كمان كلها تمام. باقي جزئية واحدة بس في الانيميشنز هتكلم عنها، اللي هو انا زي ما عندي مجموعه من الانيميشنز كتيره جدا لها مسميات، يعني مثلا هو لما يقول لو انا عاوز اطبق زوم فدي اسمه زوم انترنس انيميشن، يعني ايه ده؟ دي تاثيرات الحركه الخاصه بدخول الكائن داخل الشريحه. برضه نفس الكلام اللي هو الانفاسيس اللي هو التركيز، برضه لها مسميات ومديني شكل الحركات وممكن انا اطبقها واجرب. الاكزيت اللي هو الخروج، كاني الاوبجكت بيعمل خروج الى الخارج. بعد كده الموشن باث، الموشن باث اللي هو مسارات الحركه، برضو من ضمن التاثيرات الجميله جدا اللي ممكن ايه اشتغل عليها. الموشن باثز اعطيني كده حاجات كده افتراضيه اللي هي اللوبس شيبس تيرن لاين هكذا. في عندي عاوز اكتر هتلاقي عندك ايه مور مور موشن باث تمام. الاربعه مور دول هتلاقي ان اللي هو موجودين بشكل افتراضي في البين او في اللوحه اللي ظهرت عندي، هتلاقي في مور يبقى ده كده هتدخل في اكتر انترنس والانفسس والاكزيت، يعني الثلاث عناصر الرئيسيه او ثلاث فئات رئيسيه هتلاقيهم هنا. المور موشن باث عشان هم بس العدد هنا قليل، والموشن باث كتيره جدا جدا ممكن ايه هتلاقيهم
الحركات بتاعتهم او تاثيرات الحركه بتاعتهم اجمل يعني. تمام، لو انا مثلا على سبيل المثال عاوز اطبق حركه معينه او مسار للحركه معين على اوبجكت من الاوبجكتس اللي موجوده عندي على شريحه معينه، هدخل على الانيميشن تمام واختار مور انيميشن، او سوري اسف مور موشن باث تمام، واجرب هاخد الويندو كده عشان لما اجرب حاجه تديني معاينه. في عندي مثلا موشن اسمه موشن باث اسمه الهارت موشن باث تمام، تلاقي الحركه كده خدت شكل القلب الدائري. في عندي سيركل موشن باث اللي هو ايه، خد شكل مسار الحركه دائري، ارك القوس، ارك اب القوس العلوي، وداون واب، في مسارات حركه جميله جدا تمام. طيب لو انا قلت اوكي هتلاقي هو رسم لي مسار الحركه بهذا الشكل. لو انا مثلا جيت على الصوره دي مثلا وعملت موشن باث مره تانية واختار اي من دول كتير جدا جدا واشوف بهذا الشكل. طيب بما اننا في الانيميشن واحنا كده غالبا يعني خلاص الانيميشن بين، وده الشغل يعتبر الباوربوينت، هتلاقي ان في ال 3 دي مودلز ليها طابع خاص. يعني لما تدخل على 3 دي موديل وتعمل له فيو معين زي ما احنا شفنا امبارح، هتلاقي حتى في الانيميشن بتاعه ليه طابع خاص تمام. يعني مثلا انا عندي كده ظهر حاجه خاصه بال 3 دي، عندي 3 دي الحركات خاصه بال 3 دي تمام. نجرب على ال 3 دي حركة مثلا زي دي تمام. دي حركات خاصة بال 3 دي بالإضافة طبعا إلى كل الحركات. يعني هو كأوبجكت أو ككائن موجود داخل الشريحة نفسها، أنا ممكن أطبق عليه كل الحركات المتاحة عندي تمام، بالاضافه الى مسارات الحركه. لكن هو ك 3 دي اوبجكت ممكن يكون ليه طابع تاني خالص، ممكن استفيد بالحركات دي كحركات تاثيريه جميله معايا تمام. كده يبقى احنا حاولنا نجمع مع بعض اهم الحاجات اللي ممكن تفيدني كبرزنتيشن، كمهارات في البرزنتيشن تخلي العرض بتاعي جذاب الى حد ما، وكمان المهارات اللي بيقيسها معايا امتحان الام او اس بالنسبه لابناء الطلبه اللي داخلين المسابقه ان شاء الله. ندخل على تابة تانية اللي هي سلايد شو، اللي غالبا ما فيهاش شغل كتير. السلايد شو اللي هو في الاساس انا بعمل برزنتيشن باوربوينت عشانه، يعني في الاخر خالص بعد انا ما بعمل الشغل ده كله اللي احنا شغالين من اول محاضره لحد النهارده، اساسا انا عاوزه عشان انا اعرض الكلام ده قدام جامعه او قدام جمهور من الناس ويتعرض بشكل جذاب. ففي الاساس انا الهدف بتاعي هو السلايد شو وشغله من هنا. يمكن تلاحظوا وانا شغال كنت بحاول اعمل معاينه كل مره او كل تاثير لحركه معينه اعملها عشان اشوف الكلام ده وانا بعمل سلايد شو بعمله ازاي، بس ما رحتش عند التابه بتاعت السلايد شو تمام. في تحت عندي انا هنا المفروض شريط الحاله اللي تحت خالص ده، فوق شريط المهام على طول او اخر حاجه في النافذه بتاعت البرنامج نفسه. هتلاقي عندك انك انت ممكن تظهر النوتس والكومنتس من هنا، وانك انت تغير الرؤيه او الوضع او الفيو بتاع نفسه البرنامج نفسها من هنا، من الوضع العادي اللي احنا شغالينه ده الى وضع القراءه الى وضع السورتر اللي هو يحط الشرائح قدامك كده وتبدا انت تنتقل من شريحه لاخرى بما فيهم وضع السلايد شو. يعني انا عشان اعمل عايز اعمل سلايد شو فاعمل له كده اهو، اضغط من هنا كده هيبدأ يعرض، بس هو أمر واحد تحت اللي هو العرض من الشريحة الحديد، لكن هو مزود في السلايد شو إن هو هيبدأ أول أمر إن هو from the beginning، يعني هيبدأ يعرض لك من البداية بقى، من أول شريحة خالص، وتبدأ حضرتك إيه تعمل سلايد شو وتأدفانس الشرائح، يعني أنت تبدأ تتقدم من شريحة إلى أخرى ومن حركة إلى أخرى حسب بقى الإيموشن باسز وحسب التايمنج اللي انت عامله مع كل انيميشن ومع كل ترانزيشن مع كل ضغطه ماوس تمام. الامر اللي احنا كنا شغالينه بشكل مباشر من شريط الحاله تحت ده
هو الامر الثاني اللي هو from a current slide، يعني انا واقف في شريحه معينه واقول له from current slide هيبدا يعمل لي سلايد شو من هنا. تمام؟ طيب بعد كده هسيب الامر اللي في النص ده الخاص بالاونلاين عشان ما نستغرقش في الوقت، وهختار اللي هو الكاستم سلايد شو. اللي انت عامل سلايد شو اساسا هتبدا تعرضه اللي هو السلايد شو الاساسي، ان انت عندك مجموعه شرايح معينه. تمام؟ هيبدا يعرضها لك كلها بمجموعه الحركات اللي فيها بمجموعه التاثيرات كلها. تمام؟ ولا حضرتك عاوز تعمل سلايد شو بشكل معين؟ يعني ايه بشكل معين؟ قال يعني مثلا انا عندي زي ما اتفقنا في اول محاضره ان انا عامل سلايدز عندي اكتر من 20 شريحه وعملتهم سيكشنز، قسمته الى اقسام، كل قسم خاص بجزئيه معينه في الشرح. فانا ممكن اعمل سلايد شو لجزء معين من البرزنتيشن مش كله. ففي الحاله دي انت هتحتاج تعمل كاستم سلايد شو تسميه، وهتبدا حضرتك ايه تعرضه هو بس اثناء العرض. تعالوا نشوف ازاي نعمل كاستم سلايد شو وايه المطلوب مني. قال لي حضرتك انت هتختار كاستم سلايد شو، هتظهر لك نفسك، هيعرض لي هنا المفروض لو انت عامل قبل كده سلايد شوز، يعني لو مثلا هنا انا عندي برزنتيشن واحد بس انا بشتغل عليه في كل تدريباتي وفي كل شغلي وفي كل دروس المنهج بتاعي. تمام؟ وعملت كل جزء او كل تدريب معين بعدد شرايحه سميته كاستم سلايد شو، هيعرض لي هنا. طب انا ما عنديش خالص، يبقى انا هعمل النيو واحد جديد خالص لسه جديد. تمام؟ النفذه اللي ظهرت دي فيها ايه؟ اسم السلايد شو. تمام؟ طيب جايب لي كل الشرايح بتاعه البرزنتيشن باسمائها. تمام؟ طيب انا مثلا على سبيل المثال هعمل كاستم سلايد شو هياخد شرائح، عدد شرائح معينه، وليكن مثلا انا هسميه summary، الملخص بتاع الموضوع. تمام؟ او هسميه باسم التدريب ان هو التدريب الباوربوينت برزنتيشن، وهختار مثلا السامري الملخص، وهختار عدد معين من الشرائح اللي هي خاصه بالملخص بتاع الحوار كله. تمام؟ وليكن مثلا على سبيل المثال هاخد الشريحه رقم 12 و13 و14 على اساس ان هم اخر شرائح. يبقى كده انا عملت ايه؟ رحت على جزء الشرائح فاخترت شرائح معينه باني اكليك كليك واحده شمال على التشيك بوكس اللي موجود على يسار كل شريحه. حددت شرائح معينه، هاجي كده على الزرار اللي في النص كده واضغط على اد عشان يضيفهم لي في الكاستم سلايد شو. تمام؟ وبعد كده هقول له اوكي. كده عمل لي كاستم سلايد شو اسمه سامري، زي ما اتفقنا في بدايه الويندو اللي هنا ان هو الاسماء بتاعه السلايد شو الكاستم هتبقى موجوده هنا في الاساس كل مره تيجي تعمل فيها كاستم سلايد شو. حضرتك عاوز تعدل هتقول له ايه؟ ايديت. لا والله انا نسيت ان انا اضيف شريحه معينه في ايديت، فهترجع من الاول. ادي الثلاثه اللي عندك، لو حضرتك عاوز تشيل واحده او تخلي في السلايد شو واحده تسبق الثانيه فتعمل اب وداون، يعني انا اخلي دي قبل دي او دي بعد دي. لا والله انا عايز اشيل الشريحه دي من العرض خالص، لا انا جبتها بالخطا، او عاوز اضيف عليها فخلي الشريحه رقم 6. جت في الاخر الشريحه رقم 6 دي جت في اخر العرض، لا هي اساس مكانها 6 فالمفروض ان هي هتبقى في الاول فانا اخليها اب. تمام؟ واقول له اوكي. كده عملت اديت. ريموف خلاص انا ايه، لا مش عايز، لغيت الكلام. كوبي ان انا هاخد السلايد شو الكاستم ده سلايد شو واعمله واحد تاني وهكذا. وعندي الاوبشن شو اللي هو ايه، بعد ما انا عملته هعمل له معاينه، يعني وريني الكلام ده كله، يعني اقول له وريني بقى السلايد شو اللي انا عملته صح ولا لا، انت ممكن تتخطى شرائح معينه في العرض ولا لا. كده عرضهم كلهم وتمام. هروح تاني الكاستم سلايد شو هلاقي عندي السامري موجود. تمام؟ وكاستم سلايد شو هروح الاقي ايه؟ السامري. خلاص انا خلصت كده، فهقول له خلاص خلاص شكرا كده كلوز. وفي كل مره حضرتك هتعمل كاستم سلايد شو هتعمل نفس الفكره. سريعا كده هروح لهم مره ثانيه كاستم سلايد شو. المره دي زاد امر معايا؟ لا ما زادش امر ولا حاجه، ده هو هيجيب لي كل السلايد شوز الكاستم المخصص اللي حضرتك عملته هنا عشان تبدا تعرضه هو من هنا. او تختار انك انت تنشئ بقى سلايد شو جديد، وانك انت تروح تعمل نيو وهتختار عدد الشرائح معين اللي انت عايزه وهتسميه بالاسم اللي حضرتك عايزه. تمام؟
تمام، وهتقول للشرايح اد، وبعد كده هتقول له اوكي. هيظهر عندك ان انت عملت تو كاستم سلايد شو، هتقول له خلاص انا شكرا كده انا عملت اللي انا عايزه، فهتقول له كلوز، وهتروح لكاستم سلايد شو، فهتلاقي عندك ايه العروض التقديميه اللي انت عملتها من البرزنتيشن نفسه موجود. تمام. طيب واحنا شغالين في النافيجيشن بين، كنا قلنا ان في بعض العمليات بتتم على الشرائح من النافيجيشن بين نفسه، من ضمنها حاجه خاصه بالسلايد شو، امر واحد فقط لو تفتكروا معايا، اللي هو هايد سلايد، اللي هو الامر قبل الاخير في اي قائمه على اي شريحه. يعني لو عايز اعمل اخفاء لشريحه معينه من العرض، هعمل لها هايد سلايد بكليك يمين وانا واقف على الشريحه نفسها، او ان انا احدد الشريحه نفسها، وهتلاقي في التابه بتاعت سلايد شو اوبشن اسمه ايه؟ هايد سلايد. تمام. انا كده عملت هايد سلايد، الشريحه قاعده وموجوده وزي الفل، مفيش اي مشكله فيها خالص، وكل كل الشغل اللي عليها موجود، ولكن هتختفي اثناء العرض، يعني هيتخطاها في العرض مش اكتر. تمام، طول ما هي كده في الامر ده نشط. وارجع في كلامي ان انا اعملها ان هايد، ان انا كليك على الامر نفسه، او ان انا هرجع اعمل كليك يمين مره هايد وكليك يمين المره دي. تمام، ان هايد. الامر الثاني والاخير اللي انا هتكلم فيه عشان ما نستطردش كتير، اللي هو السيت اب سلايد شو. السيت اب ان انا هعمل، هغير بقى في اعدادات العرض، ان انا هنشئ او سلايد شو باساسيات معينه. يعني الوضع الافتراضي للعرض اللي احنا شفناه احنا ممكن هعدل انا فيه. تمام، هنتعرف مع بعض على النافذه بسرعه وكم امر فيها، واللي هو يهمني انا كيوزر عادي بالنسبه للباوربوينت، ممكن حاجات تفيدني او اعمل لها ازاي. يعني مثلا على سبيل المثال، نوع العرض، اول امر اللي هو نوع العرض presented by speaker، اللي هو العرض الطبيعي ده، الوضع الافتراضي ان هو هيملأ يمشي المتحدث هو اللي هيعمل العرض بنفسه، وهيبقى على وضع الفول سكرين او ملء الشاشه. تمام، البراوزد باي ان individual هيبقى على هيئه نافذه. تمام، نافذه. تمام. طيب بعد كده الامر الثاني اللي انا هتكلم فيه بس ما فيش غيره، اللي هو الادفانس سلايدز. ادفانس سلايدز اللي هو تقديم الشرائح، ان انا بنتقل من شريحه لاخرى، هتبقى يوزنج تايمينج اف بريزنت. يعني لو انا بقدم العرض هستخدم التايمينج اللي هو انا اخترته اساسا في الترانزيشنز، انا اخترت توقيت معين لعرض الشريحه، ينتهي التوقيت ده يبقى اذا حضرتك ايه هتنتقل اوتوماتيكي للشريحه اللي بعدها. تمام، ولا مانولي ان هو هيبدا يستعرض الشرائح بشكل ايه؟ يدوي. تمام، بعد كده بعد ما اخلص الاعداد دي انا اخليها فول سكرين زي ما هي، وانا اللي هعرض الشرائح بنفسي، اقدمها بنفسي، راح اقول له ايه؟ اوكي. بعد كده في عندي امر ممكن احنا يساعدنا شويه، اللي هو ايه؟ ريكورد سلايد شو. يعني انا هسجل الشريحه، الشرائح، عرض على الشرائح، كاني هعمل شرح توضيح عليها، وممكن تسجل من الشريحه العاديه او تسجل من البدايه خالص. لو احنا خدنا الاوبشن ده كده سريعا هيجيني بهذا الشكل، وهتبدا انت تسجل الشرائح، وهتفعل الكاميرا وتفعل الصوت، وفي الاخر التسجيل ده كله هيظهر معاك از ا فيديو. يعني ده كان كل الاوامر اللي ممكن احنا تفيدنا كيوزرز عادي، او كمهارات ممكن استخدمها في العرض التقديمي. وهننتقل لتابه اخرى اللي هي تابه الريفيو. تابه الريفيو ما فيهاش شغل كتير، غير بس ان انا هتكلم عن الكومنتس وعن السبيلنج. الكومنتس الخاصه بالعرض التقديمي او خاصه بأي تطبيق من تطبيقات الأوفيس، سواء وورد أو إكسل أو باوربوينت أو غيره،
موجودة أساسا في insert tab. أنا حاطط comments، وإحنا يمكن وضحنا الكلام ده وإحنا بنتكلم عنه، تمام؟ فأنا عندي option اللي هو show comments، يعني هو هظهر التعليقات اللي موجودة في المستند وأخفيها من هنا، تمام؟ هو هيظهر لي التعليقات اللي موجودة إذا كان فيه. هنا برضو ممكن أعمل new comment، comment موجود وهكتب الكومنت ده وباين مين اللي بيكتبه، تمام؟ زي ما احنا شفنا امبارح ان انا قلت ان انا اعمل ابديت، والكلام ده يمكن عشان اللي ما حضرش معانا امبارح يبقى عارف ان الكلام ده بيبقى في شغل الكولابوريشن اللي هو التعاون على في داخل المستند الواحد، يعني عشان طبعا 2019 و16 بيبقى شغله كتير، ممكن اللي هو اكتر اونلاين اللي هو المشاركه في الملف الواحد، وان انا ممكن ادي صلاحيه لحد من نفس المؤسسه ان هو يتشارك معايا في التحرير والتعديل على نفس المستند ايا كان المستند ده، اي تطبيق من تطبيقات الاوفيس. فبالتالي الكومنتس دي بتبقى مثلا زي وسيله اتصال وتواصل ما بين المجموعه المشاركه في التحرير يعني. فبالتالي انا هعرف من القائمه ريفيو ان انا احرر كومنت معين، ان انا اظهره او اخفيه، او ان انا اعدله او انتقل من كومنت لاخر، تمام كده؟ ده خاصه بالكومنتس يعني. يعني اي جزء حضرتك في التعليقات، انا كمستخدم عادي مثلا بعمل برزنتيشن لنفسي ما عنديش فيه مشكله، الجزء قائمه ريفيو دي انا ممكن ما اجيش فيها نهائيا يعني، تمام؟ طيب انا هلغي الكومنت ده وهقفل خالص الكومنت بين، وانا سايب الانيميشن بين كمان مفتوح هلغيه. وبعد كده اللانجوج اللي هو تفضيلات اللغه، وكمان الترانسليت. الترانسليت دايما محتاجه انها تكون متصل اونلاين. 16 و19 في ميزه جميله جدا في الدرس في الترجمه، يكون انا عندي مستند مثلا باللغه الانجليزيه وعايز اترجمه للعربي والعكس، تمام؟ هو فروم قال لي اوتو ديدكت، فانا هجيب نص معين كده مثلا اهو وصل الحمد لله، واختار لغه الترجمه. طبعا فروم هو اوتو ديدكت، يعني هو ياخد الترجمه او هياخد اللغه هو يعرفها لي دي انهي لغه بالظبط، وهترجمها للغه معينه انا عايزها ايا كانت هي بما فيهم اللغه العربيه، تمام كده ترجم. وبعد كده احول له انسرت، بس للاسف الميزه دي بتكون متاحه يبقى محتاجه عندي اتصال بالانترنت يعني. نيجي بقى للاهم قائمه معايا اللي هي قائمه فيو. قائمه فيو المستخدم العادي غالبا مش هيجي ناحيه القائمه دي، يعني اليوزر العادي هو مش محتاج من المحاضره بتاعتنا دي غير ان هو يعرف مهارات الباوربوينت وازاي يشتغل على الشرايح وازاي يضيف كائنات داخل الشرايح وازاي يعمل حركات وانتقالات وتاثيرات وكل حركه فائدتها ايه وبتعملها. بعد كده الشغل بتاع المهارات الخاصه بتصميم البرزنتيشن اللي شغال عليه وتفصيله والتخطيط ليه، كل ده شغال في قائمه فيو، تمام؟ طب انا عاوز اغير شكل العرض، ما هو شكل العرض عندك موجود في الخطه الحاله او في السلايد شو، فحضرتك مش هتيجي هنا، لان انا مثلا واحد يقول لي ما هو وضع النورمال ده انت هتجيبته منين؟ ما انا لازم اروح لفيو وبعدين ارجع للنورمال. لا، انا لو شغال مثلا في البرزنتيشن وضغطت على وضع القراءه او الصوره المنشورات الحاله من نفس المكان انا برجع، وانا شغال سلايد شو، تمام؟ هضغط وضع النورمال منشورات الحاله او هكليك هضغط اسكيب من لوحه المفاتيح، هضغط من هطلع من السلايد شو، تمام؟ طيب الاوتلاين فيو يعني الجزء ده الفيو، فهو راح عرض الشرائح بشكل مسوده مخطط، جاب لي المحتوى كده على شكل مخطط بهذا الشكل بارقام الشرائح. فكده انا ايه شغال بنتقل من الشريحه مش كوضع الشرائح والنافيجيشن بين اللي كان موجود. سلايد سورتر اللي هو موجود اللي هو مصنف لي كده الشرائح جنب بعض، وهبدا انا ايه ابص كده على الشرائح، وممكن من هنا عمليه القص واللزق والنسخ والتحريك والحركات ممكن تبقى اسهل شويه، تمام؟ ان انا ممكن احرك شريحه بدل الشريحه رقم 5 اخليها الشريحه رقم 3، بتبقى اسهل شويه في العرض السورتر يعني. وهرجع تاني للنورمال من الفيو. الريدنج فيو زي ما هو موجود في الوورد هيلغي لي القوائم كلها وهيظهر لي المحتوى فقط، تمام؟ وجابها لي على اساس انها ايه شكل ويندو يعني. الجزء بقى اللي فيه شغل التصميم اللي هو جزء الماستر. جزء الماستر
ده خاص بتصميم البرزنتيشن اللي انت شغال عليه. يعني ايه تصميمه؟ يعني يعني حضرتك انت هتتحكم في اللاي اوتس اللي موجود عندك، تمام؟ يعني ايه لاي اوتس؟ لو نفتكر مع بعض اثناء ما احنا شغالين قلنا ان احنا في حاجه اسمها اللاي اوت في السكشن سلايدز. اللاي اوت دي اساسا مفروضه عليا في البرزنتيشن ده، كده مفروض مفيش غيرها. لو انا عاوز اعمل حاجه مثلا بختار بلانك وهبدا اضيف تكست بوكسز وهجيب انا بالجزء نص واجيب صوره وابدا اكبر وابدا اشتغل. لو انا عاوز اعمل لاي اوت خاصه بيا، هل ده متاح في الباوربوينت؟ اه طبعا متاح، تمام. في ان انا اغير الكالر او شغل الالوان اللي مفروض عليا برضو وانا شغال في الباوربوينت برزنتيشن. مفروض عليا بمعنى ايه؟ قال لي يعني مثلا حضرتك انت شغال على نص معين بهذا الشكل وعاوز تغير الالوان، هتلاقي ان ترتيب الالوان ده اساسا اللي اتحكم فيه السلايد ماستر، ان انت اخترت ترتيب لوني معين في السلايد ماستر فرضوا عليا الديزاين اللي انا اخترته في الاساس. فانا ممكن الحاجات دي اغيرها، عشان كده احنا قلنا المستخدم العادي ممكن الحاجات دي ما تهموش، لكن مهارات الام او اس اكزام بتتطلب ان انا ابقى عارف كل كبيره وصغيره في الباوربوينت. لان حضرتك بتقول ام او اس معناها مايكروسوفت اوفيس سبيشالست، يعني انت متخصص في تطبيقات الاوفيس وبالتالي حضرتك عارف كل الخبايا دي. نحاول في جزء الماستر ده ياخد حقه في الشرح والتوضيح ونفهم احنا بنعمل ايه بالظبط. اول جزء انا هعمله هروح بحضراتكم عند السلايد ماستر. السلايد ماستر مجرد ما هختاره كده هتلاقي عندك فتحت تابه جديده لوحدها كده اسمها سلايد ماستر، وجاب لي شكل غريب اسمه سلايد ماستر كده. سلايد ماستر الشريحه الرئيسيه، تمام، وهيبدا ياخد لي كل واحده من دول اسمها لاي اوت موجوده في البرزنتيشن اللي انا شغال عليه، وكل لاي اوت من دول له اسم. يعني مثلا دي التايتل سلايد لاي اوت، ودي تايتل اند كونتنت، ودي اسمها سيكشن هيدر لاي اوت، ودي اسمها تو كونتنت لاي اوت. لو احنا رحنا على هوم تاب، تمام، وهطلع من السلايد ماستر وهروح للهوم تاب واروح لللاي اوت، هلاقي اللاي اوتس اللي انا كنت بشوفها في السلايد ماستر هم اللي موجودين. ماشي الحال؟ طيب هروح بحضراتكم مره تانيه وهروح للسلايد ماستر وهبدا اشوف اللاي اوتس اللي موجوده دي ايه؟ دي بلانك. بلانك سلايد اللي هو الشريحه الفاضيه. تمام؟ طيب انا لو عاوز اعمل لاي اوت هعملها ازاي؟ يعني حضرتك عايز يبقى ترتيب اللاي اوتس في الجدول اللي كان معروض في اللاي اوت فين، تمام، وتروح عند الامر الثاني. انا هسيب السلايد ماستر لان انا عندي سلايد ماستر، مش محتاج ان انا اسحب البرزنتيشن بسلايد ماستر تاني بلاي اوت خاصه بيه. فانا هقول اللاي اوت، انا هعمل لاي اوت، تمام. اللاي اوت دي انا هنشئها وكريتها بنفسي، فهعمل انسرت لاي اوت، فجاه مباشره عمل لاي اوت اسمها كاستم لاي اوت. كاستم لانها مخصصه حضرتك اللي انشاتها مش من الموجوده في البرزنتيشن، وهتبدا تعدل عليها براحتك. ان انا مثلا اغير اسم اللاي اوت دي بان انا كليك يمين وهقول له رينيم، او هروح بعد ما انشاتها هتلاقي في امر اتنشط معاك ان انت الديليت تحذفها خالص ترجع في كلامك او تعمل رينيم، وهيظهر لي الاسم، تمام، وهسميها مثلا كاستم لاي اوت رقم واحد لان انا هعمل اكتر من واحده، وبعدين هضغط رينيم يبقى كده انا ايه سميتها كاستم لاي اوت 1. مكتوب لي كده ان انت عامل برزنتيشن اصلا من اكتر من 20 شريحه بس ما استخدمتش شرايح بتستخدم اللاي اوت ده. يعني لو حد مثلا معايا كده لمح التلميح اللي مكتوب وحب يعرف ايه التلميح المكتوب بمجرد ما انت بتقف، لان احنا اتعودنا معاك في الشرح ان انت لما بتقف المؤشر هتلاقي تلميح معين لازم اخد بالي هو بيعمل ايه. فبيقول لي ان ده اسمها كاستم لاي اوت 1، ده لاي اوت اسمه كاستم لاي اوت 1،
يوزد باي نو سلايدز، يعني ما فيش شريحه اتعملت باللاي اوت دي، تمام. لكن ده مثلا اللاي اوت اللي موجود اسمه تايتل اند كونتنت، ماشي، يوزد باي سلايدز رقم 10 و13 و16، واخدين بالنا ازاي؟ دي الفكره هنا. طيب اللاي اوت اللي احنا عملناها كاستم دي بس خلاص كده، يعني انا عملت ايه؟ انت عملت شريحه وخلاص كده؟ قال لي لا، ما هو انت عامل سلايد عشان تعمل محتوى انت عايزه، وليكن مثلا على سبيل المثال انا عاوز يكون محتوى اكتب فيه نص، ويكون جنبها مثلا مكان ادرك فيه صوره، او مكان ادرك فيه تشارت، او مكان ادرك فيه تيبل، ويكون لهم تركيبه معينه على الشريحه، ما يكونش بالشكل اللي انا شايفه المعتاد، تمام. طيب الكلام ده بيتم ازاي؟ احنا اتفقنا مع بعض لو احنا فاكرين واحنا بنشتغل ان كل اوبجكت انا بضيفه بيكون معايا لازم يكون لي حاجه اسمها بليس هولدر، اللي هو زي التكست بوكس كده، ولما انا بشتغل عليه كده في الفورمات بيبقى زي التكست بوكس بالظبط، او زي الفورمات شيب، لكن هو في الاساس اسمه بليس هولدر، على اساس ان هو مكان بيحتوي داخله الكائنات اللي انا بضيفها، سواء نصوص او صور او اشكال. فبالتالي انا هعمل ايه؟ ان انا هاجي على الشريحه اللي انا عملتها، او سوري اللاي اوت اللي انا عملتها، هي مش شريحه، هي لاي اوت تخطيط للشريحه، تمام؟ وهعمل انسرت بليس هولدر. فين دي؟ قال لي في المجموعه الثانيه اللي اسمها ماستر لاي اوت، تمام؟ الماستر دي هتحتوي عنوان وتحتوي على فوتر من تحت اللاي اوت دي، عشان لو انت حبيت تدرج فوتر هتلاقي مكان للفوتر. واخدين بالنا ازاي؟ يعني انا لو حبيت ادرج فوتر وانا بصمم في البرزنتيشن بتاعي الاقي مكان للفوتر، عشان ما الغيش وبعدين ايه اقول لا انا مش عايز فوتر. لا، الفكره مش كده، الفكره ان انا بعمل لاي اوت جاهز، بحيث ان انا لو حبيت اعمل فوتر او اعمل تزييل للشريحه تلاقيه موجود، وتايتل يكون لها عنوان، هل محتاج تايتل ولا لا، تمام. بعد كده نرجع تاني للبليس هولدر، فالكونتنت اللي هو المحتوى المتنوع اللي احنا كنا بنشوفوه، اللي هو التشارت والتيبل والبيكتشر والفيديو، كلهم تلاقيهم مكان واحد، يعني هو بليس هولدر واحد يتيح لك ايه ده كله. انا ممكن اخد كونتنت بليس هولدر هيديني شكل كاني رايح ارسم تكست بوكس يا جماعه، وحاجي اشوف انت عاوز تخليه مكانه فين في الشريحه، تمام، بهذا الشكل مثلا اصبح كونتنت بليس هولدر حضرتك. لو عايز يبقى كده محتوى، المحتوى ده يشمل النص زي ما انت شايف، ده نص تحت كده هتلاقي فيه ممكن منه تدرج جدول، تدرج شارت، تدرج صوره، تدرج فيديو، تدرج اونلاين بيكتشر او سمارت ارت، ده الكونتنت. طيب انا عاوز يكون محتوى خاص بالنص فقط، يعني ان المحتوى ده هدرج فيه صوره مثلا، تمام، او هدرج شارت على سبيل المثال، وفي انا عاوز بليس هولدر جنبه كده اكتب فيه نص معين كتابه، هخليهم بولت ليست مثلا. فهو اوتوماتيكلي كده راح اعتبر ان التكست البليس هولدر تكست بوكس، وراح فاتح لك قائمه الفورمات لو انت عاوز تغير فورمات، اللي هو الفورمات بتاع الشيب العادي خالص كله. لا، انا هرجع لسلايد ماستر عشان ايه؟ اكمل شغلي هناك. اروح جاي على انسيرت بليس هولدر واختار تكست بليس هولدر، وفي نفس الفكره هتلاقي في خطوط كده بتظهر معايا وانت بتعمل بليس هولدر، الخطوط دي بتريحني جدا في الباوربوينت 19 بصراحه، ان هو بيوريني المحاذاه، يعني ان انا ايه احاول قدر الامكان اكون في محاذاه ما بين الكل كده. انا عملت لاي اوت خاصه بيا سميتها كاستم لاي اوت 1، وعملته بهذا الشكل، تمام. لو انا بعد ما اخلص انا شغلي على السلايد ماستر هروح ايه اعمل كلوز الماستر فيو، هجرب مع حضراتكم ان انا اجي في مكان معين واعمل انسيرت نيو سلايد، تمام. ده اللاي اوت اللي انا عملته اللي اسمه كاستم لاي اوت 1، ده شكله. بما اني امبارح وانا بشرح كنت عامل فوتر فاوتوماتيكلي ظهر، تمام. طيب لحد دلوقتي كلام كويس. لو انا مثلا خلاص بقى رحت ايه هنا كده ادرج محتوى نصي، وهنا عندك ده كونتنت، عندك امكانيه تدرج اللي انت عايزه كده نص كده، ممكن تعمل تيبل كده، تشارت كده، سمارت ارت كده، فيديو، زي ما انت هتشتغل عليهم من اعلى يعني. فكده بليس هولدرز، وده التايتل اللي انت اساسا كنت جاي له اعمل لي تايتل لللاي اوت دي،
فانا عاوز اروح بحضراتكم عندي ايه السلايد ماستر عشان نشوف اللاي اوت اللي احنا عملناها دي يعني وصلت لحد فين او احنا عملنا ايه بالظبط. كاستم لاي اوت في شرائح اتعملت عليها اللي هي الشريحه رقم 8 تمام. طيب انا هعمل كلوز، لا هستنى شويه على الكلوز على سلايد ماستر عشان ناخد برضو فكره صغيره عن اللي بيتم معايا. قال لي انت ممكن تغير الثيم بتاع اللي هو الموضوع بتاع السلايد ماستر نفسها تمام، زي انه تخليه الاوفيس ثيم. خليه مثلا الايون باد روم ثيم، طبق اي ثيم من دول موجود عندك على السلايد ماستر، فكده خلاص كده السلايد ماستر بقى على التخطيط كده مجبر انك انت هتلاقي التصميم ده موجود تمام. الكالرز ده جزء الكالرز بقى اللي هو حضرتك راح تغير في الكالر او ترتيب الالوان اللي موجود بهذا الشكل. ايه الترتيب ده بتاع ايه الترتيب ده ازاي واخدهم كده، ازاي واخد الالوان دي واخدها ازاي كده يعني، يعني اشمعنى الالوان دي بالتحديد يعني. قال لي تعالى نروح عند كاستم كولرز هنعرف هو واخد الترتيب ده ازاي، واخدين بالنا ازاي ان هو كل لون مختص بشيء معين تمام. التكست والباك جراوند هياخدوا اللون الاسود تمام، التكست والباك جراوند اللايت 1 اللايت 1 هيبقى لون الابيض وهكذا. الفولود هايبر لينك، الفولود هايبر لينك يعني لما اضغط على هايبر لينك معين هياخد اللون ده، الهايبر لينك بعد ما تعمله هياخد اللون ده، اي حاجه بالاكسنت 3 هيبقى اللون ده. واخدين بالنا ازاي، ومديني معاينه ليه التكست ده شكله والتشارت هيبقى بالشكل ده وهكذا. واخدين بالنا ازاي ترتيبه الالوان دي. طيب الفونت بهذا الشكل ان انت هتفرض فونت نوع خط معين بمجرد ما هتكتب اللي هو الكتابه الافتراضيه يا جماعه، انا ما بتكلمش عن ايه ان انا عندي انواع خطوط اغيرها، لا بمجرد ما هدخل النص هكتب على طول مباشره الكتابه الافتراضيه هيفرض عليا نوع خط معين مثلا بهذا الشكل تمام. وبعد كده السلايد سايز، طب ما احنا السلايد سايز احنا بغيرها هناك ماشي، ما انا بغير السلايد سايز بس انا كده انا بغير سلايد سايز او حجم الشريحه في السلايد ماستر بحيث يبقى مفروض عليا ولي ان اشتغل بشكل مباشر. طيب بعد كده هقفل الماستر فيو. يستحسن وانا شغال كده يا جماعه ان انا بعد ما اخلص الشغل على السلايد ماستر لو انا هشتغل قبل ما انفذ اي امر تاني اقفل السلايد ماستر خالص عشان ما يحصلش لخبطه في اللي انا عملته او بوظته. طيب بعد كده لو انا كملت في الفيو هتلاقي انا عندي الهاند اوت ماستر، الهاند اوت ماستر اللي هو الخاص بالطباعه، يعني انا بعد ان شاء الله ما ربنا يكرم كده ويسهل واخلص برزنتيشن لو انا حبيت اطبعه، ادي معنى هاند اوت ان انا هتسلم حد شيء مطبوع في يده تمام. انا ممكن اعمل بعض التعديلات على الماستر بتاع الهاند اوت، ان هو لما انت تضطر ان انت تعمل هاند اوت وهنشوفها ازاي في قائمه فايل هتطلع لك بانهي صوره تمام. الهاند اوت اورينتيشن يبقى لاندسكيب او بورتريت على اتجاه الورقه، السلايد سايز حجم الشريحه برضو على الورقه المره دي، سلايدز بير بيج عدد الشرائح في الهاند اوت بالشكل ده تمام، مثلا ثلاثه او كانوا اربعه او ست شرائح تمام. يشتمل على ايه الهاند اوت؟ في هيدر وفوتر ولا مش عايز؟ كده اتشيك اشيل الهيدر ده خالص تمام. الديت اللي هو تاريخ اليوم اشيله خالص، البيج نمبر مش عايز بيج نمبر، في فوتر لا مش عايز فوتر او عايز. طيب انا عاوز فوتر يكون في الهاند اوت بكلمه معينه يبقى ممكن اكتبها بشكل افتراضي تظهر بشكل مباشر على طول كل ما اجي اعمل هاند اوت اللي هو الورق الطبيعي اللي هيتسلم ده اعمله بهذا الشكل. طيب انا بتكلم في الهاند اوت مش البرزنتيشن نفسه اللي انا هعرضه على الشاشه، لا اللي على المطبوع عاوزه يطلع بثيم معين بهذا الشكل اوكي ما فيش مشكله، بكالر الوان معينه بفونت معين، ده بالنسبه للهاند اوت ماستر تمام. يبقى اذا انا هنا في الجزء ده مثلا انا ممكن افرض على الهاند اوت انه ياخد فوتر معين
تمام، انه انا اشيل الديت، مش عاوز تاريخ، مش عاوز تاريخ مكتوب، انا اخليه يجرى هيدر معين، يبقى دايما موجود في كل هاند اوت بهيدر بكلمه معينه او بعنوان معين. تمام، وبكده خلاص انا هقفل الهاند اوت ماستر. برضو النوتس ماستر نفس الكلام. يعني ايه نوتس ماستر؟ قال لي يعني انا عندي حاجه اسمها النوتس اساسا موجوده في الشرايح، يعني انا كل شريحه ممكن اعمل لها نوت، اكتب ملاحظات تحت الشريحه. النوتس دي انا ظهرتها من فيو، تمام، وهي موجوده هنا تحت في شرط الحاله، دي النوتس. طيب انا هعدل في وجود النوتس او تصميمها، وجود النوتس دي او تصميمها من الفيو، واروح للنوتس ماستر، تمام، واخلي مثلا اعمل تنسيقات معينه على النوتس دي. واخدين بالنا ازاي؟ نفس التعديل هو، بس المره دي على ايه؟ على الجزء الخاص بالنوتس. يعني هو جايبها لي كده، ده شكل الشريحه وده شكل النوتس، تمام. طيب بعد كده يمكن مفيش حاجة أنا عاوز أستطرد فيها في قائمة فيو أكتر من كده. اتجاه العرض بتاعه من فروم ليفت تو رايت أو من فروم رايت تو ليفت، ما أعتقدش إن هو هيفرق معانا كتير، عملية تنظيمية مش أكتر، ومش هستطرد في قائمة فيو أكتر من كده معاكم، عشان ما يحصلش ملل. بحاول أختار الجزء اللي يهمنا إحنا كمستخدمين ويخدم مهارات الاختبار في نفس الوقت. في الاخر الهيلب موجود في اي تطبيق، احنا عارفين يعني ايه هيلب، ان حضرتك هتبدا تعمل استفسار معين مع السبورت او غيره. طيب المفروض الجزء اللي هو القائمه الاولى، اللي هي المفروض اي حد في الشرح بيبدا بيها، ازاي انا ما بداتش بيها؟ دخلت فوق على طول في الشريط الرئيسي، لان احنا اشتغلنا وقائمه فايل هي القائمه الاهم، اللي هو فيها معظم الشغل اللي المفروض يتعمل في ويتشرح في البدايه خالص، بس انا حبيت اخلي قائمه فايل للنهايه خالص، عشان يكون فهمنا يعني ايه برزنتيشن، يعني ايه باوربوينت، وكل العمليات اللي بتتعمل فيه. وبعد كده في حاجات معينه كان لازم نشرحها الاول، وبعدين نفهم الحاجات اللي موجوده في فايل. يعني اول حاجه هوم، انا كده موجود في الشريحه الرئيسيه او في المنطقه الرئيسيه بتاعت البرزنتيشن. لو انا موجود في ملف وعايز افتح ملف جديد، هضغط على نيو، نيو، فهيديني باوربوينت جديد خالص فاضي، فاختار بلانك. ولا عندك تمبلتس كتيره خالص خالص خالص، دي قوالب جاهزه مكتوب فيها عناوين ومكتوب فيها حاجات انت ممكن تعدل عليها بس التعديل المعين. وكمان هو حتى مقسم لي التمبلتس لكاتيجوريز، حتى كمان ده بيخدمك اكتر لو انت اونلاين، يعني لو جهازي متصل بالانترنت هتلاقي التمبلتس اكتر والكاتيجوريز اكتر، والدنيا تبقى زي الفل، تمام. طيب كده انا هعمل برزنتيشن، هفتح واحد وانا اصلا عندي برزنتيشن موجود. طيب اوبن، اوبن معناها ان انت هتفتح برزنتيشن اصلا موجود من الاول، انت عامل برزنتيشن وفاتح برزنتيشن وهتفتح واحد تاني، فهضغط اوبن وبعدين هبدا استعرض البرنامج او البرزنتيشن باوربوينت اللي انت عامله، او العرض التقديمي اللي انت عامله موجود فين في الجهاز. فده الجزء ده بقى ايه اللي هو الريسنت، اللي هو اخر ملفات انت اشتغلت عليه، تمام. والله مش موجود هنا ان شاء الله، فهتضغط تقول له براوز وهتبدا تتصفح جهاز الكمبيوتر بتاعك، وهتبدا تقول له ايه، افتح لي الباوربوينت ده، عشان يفتح في نافذه تانية بجوار هذا البرنامج. يبقى عندك اتنين، انفو اللي هو المعلومات الخاصه بالملف اللي انت شغال عليه. هنسيب الانفو شويه وهننزل شويه كده على سيف وسيف اس. سيف هو الامر سيف، ان انت تروح فايل وتضغط سيف، واللي هو رمز القرص اللي موجود في شريط الاختصار الرئيسي من اعلى، ده مجموعه امر مختصره اللي هو سريع الوصول، ده اللي هو رمز القرص ده خاص بسيف، وكمان كنترول مع حرف اس من الكيبورد، الثلاثة دول خاصين بحفظ التغيرات على أي مستند. طبعا الكلام ده مش خفي على حضراتكم، كلنا عارفينه في الويندوز تما، بغض النظر عن الباوربوينت، يعني مش قاصر على الباوربوينت، لا، في كل تطبيقات الأوفيس وكمان في الويندوز، إن أنا بعمل كنترول سي ناسخ، كنترول في لصق، وكنترول اكس قص، وكمان كنترول اس بيعمل معايا سيف لإيه؟ للتغيير. يعني أنا في البداية خالص المستند ده أنا فتحته وسميته باسم وحفظته في مكان معين، فبالتالي انا كل حركه بعملها بعمل سيف
او حفظ لهذه الحركه او لهذا الشغل عشان الشغل بتاعي بقى يتسيف في المكان اللي انا في الاساس حفظته فيه. تمام؟ يختلف بقى الامر سيف از. يعني انا مثلا لو فتحت مستند جديد خالص فاضي، تمام، وجيت ضغطت سيف، هيحفظ ايه؟ قال لي سيف المره دي لاول مره كانها سيف از، لانك انت فتحت واحد جديد ولسه ما حفظتوش، فاول عمليه حفظ فهتحفظه وتختار المكان وتسمي الملف باسم وتختار النوع اللي حضرتك هتحفظه بيه فهيسيفه، وتبدا بعد كده تعمل سيف لكل خطوه حضرتك بتعملها. سيف از بقى اللي هو ايه فيها ايه؟ سيف از اللي هو الحفظ بنوع او الحفظ ك، تحتها كلام كتير. اول حاجه في سيف از ان انت هتختار المكان اللي هتحفظ فيه. تاني حاجه في سيف از ان انت هتسمي الملف باسم جديد، هو موجود في مكان معين باسم معين فانت هتحفظه، فهو هيسيب بقى الملف ده زي ما هو باخر تعديل، وهيبدا حضرتك يسيف لك نسخه منه تاني في المكان بالتعديل الاخير. تمام؟ يعني انا مثلا هسميه، وهروح مثلا هقول له والله خليه لي على سطح المكتب واقول له سيف، كده الملف الاصلي موجود في مكانه وانت عملت تعديلات معينه ورحت حفظته في مكان تاني باسم تاني، تمام، بكل المحتوى اللي انت عملته بتغييراته. ده سيف از، ودي يمكن اول حاجه واهم حاجه فيه. سيف از تاني براوز هيجيب لك اسم الملف بشكل افتراضي، وهيجيب لك اخر مكان انت حفظت فيه، وحضرتك هتغير المكان او اسم الملف، دي ما عندناش مشكله تخطيناها. نوع الملف اللي هو تحت المربع اللي تحته ده سيف از تايب، نوع الملف، النوع الملف ده بقى ايه؟ الوضع الافتراضي ان انت شغال على برزنتيشن باوربوينت، فبالتالي هتحفظه كباوربوينت برزنتيشن. ايه اللي ظهر ده؟ هتلاقي حضرتك ان انت بمجرد ما تضغط على نوع الملف هتلاقي انواع كثيره جدا من الملفات ممكن حضرتك تسيف البرزنتيشن عليها، زي مثلا على سبيل المثال البي دي اف، ان انت تحفظ الملف كملف قابل للطباعه فقط او للقراءه فقط، تاخده كملف للقراءه فقط مفيش عليه تعديل. تمام؟ انك انت تحفظه كقالب باوربوينت تمبلت، او تحفظه كباوربوينت شو، يعني هو يستغل عرض تقديمي فقط. شفت حضراتكم الفكره لما انا بعمل سلايد شو، انت هتحفظه كملف، طبعا الملف في اختصار الباوربوينت ايه؟ بي بي تي اكس، فده هيبقى السلايد شو، هنشوفه مع بعض كده ونروح مثلا سايفه على سطح المكتب. بمجرد ما انا ضغطت كليك دبل كليك عليه بدأ اعرضه لي ك سلايد شو مباشرة، مش ك ملف برزنتيشن. ضغطت سكيب قفل. تمام؟ وضحت. نفس الكلام لو انا رحت على سيف از وبعدها هضغط براوز عشان اشوف بقى انواع الملفات اللي موجودة، قال لي انا ممكن عندي امكانيه ان انا اسيف باوربوينت بالمحتوى اللي فيه بالحركات اللي فيه از فيديو، عندي ام بي اي جي فيديو، ممكن اعمله كصوره، احفظه كصوره. يعني مثلا نلاحظ بس كده ان احنا وقفنا على شريحه معينه، تمام، اقول له انا عايزها صوره. في نوعين من الصور عندنا اللي هو الجي بي جي والبي ان جي اللي هو المساحات القليله بجوده اعلى خاصه بالانترنت والسوشيال ميديا، فانا هختار واحدة من الاثنين وبعدها اضغط سيف في المكان، فهتلاقي فيه اوبشن يجيني يقول لي انت عايز تحفظ صورة، يا ترى عايز تحفظ الشريحة اللي انت محددها بس ولا كل الشرايح؟ بمعنى ايه؟ قال ان هو هيسيف لي كل شريحة من شرايح البرزنتيشن كصورة. وهنا انا كنت دايما بستفيد بالميزة دي في الباوربوينت، ان نعمل البوسترات الخاصة بالفيسبوك بدل ما الجأ لبرامج الديزاين وغيره، انا بعمل بصمم بوستر بالكلمات بالصور بالحركات تعملها وسيفها كصوره وانشرها كبوستر، بيبقى جميل جدا على الانترنت او على الفيسبوك او في اي مكان. الحته اللي انا كنت ناوي ان شاء الله اجلتها معاكم ليه
هنا ساعة ما كنا احنا بنعمل insert new slide from outline وكان هو ملف وورد، ان انا ممكن اجي اعمل كام شريحة كده اخليهم ليا مسودة على الدوام. المسودة دي تبقى outline ازاي؟ هتبقى ملف وورد بامتداد ال RTF اللي هو rich text format. ده كده هسيف الملف ك outline، تمام، سميته بنفس الاسم انا وخليته في نفس المكان، ده كده اصبح ايه؟ outline، فاعمل له سيف وخلاص. لو رحت على سطح المكتب هلاقي الملف اهو، ده الملف اللي هو المفروض ايه؟ ده المسودة او الاوت لاين اللي انا بعد كده هعمل له استيراد بعد كده من اي ملف اخر. برنت، خيارات الطباعة، انا ممكن ان انا اطبع الملف بتاعي، هطبعه ازاي؟ كيفية الطباعة على الورق، يعني شكل شرائح الورق عاوزها تبقى ازاي؟ اعدادات الطباعة مهمة جدا ومن ضمن المهارات اللي بيقيسها امتحان الـ MOS، يعني عشان يبقى عارف ان انا في امكانيات كتيرة في الطباعة ممكن اغيرها من نفس الملف بتاعي في الباوربوينت، اللي هو الطباعة العادية بتاعتي. ده امر الطباعة نفسه، يعني هتضغط برنت هيطبع لك اللي انت عامله ده. كوبيز اللي هو عدد النسخ من المستند، هتطبع نسخة واحدة منه ولا هتطبع اكتر من نسخة، فهتزود، عاوز 4 نسخ 3 نسخ هتزود هنا، او حتى يمكن ممكن تكتبهم كتابة، انا اضغط من الكيبورد على 5 كده هيطبع لك 5 نسخ من المستند، او هيطبع 4 او 3، تمام. دي المفروض الطبعة بتاعتي، هتأكد انها هي اللي متصلة بالجهاز واعمل برنت. بعد كده العمليات كلها بتتم هنا، مكتوب حتى عليها سيتنجز اللي هي الاعدادات الخاصة بالطبعة. فيها ايه الاعدادات دي؟ اول اوبشن ان انت هتطبع او تطبع كل الشرايح، ولا في امكانية ان انت تطبع حاجة معينة. في سهم صغير هنا يبقى في مجموعة اوامر مستخبية، نشوف الاوامر دي: print all slides، print selection. ايه print selection دي كمان؟ لحضرتك انت ممكن تكون محدد شرايح معينة، يعني مثلا محدد الشريحة دي ودي ودي شرايح مختلفة، دول 3، وهروح على فايل بس اتأكد ان انا ما ضغطتش في حتة قبل ما اروح لفايل، يعني كده متحددين، ممكن انا اكليك في اي حتة كده راح التحديد مني، تمام كده. فانا اضغط كنترول واحدد، حددت الـ3 واضغط فايل، وبعد كده هروح ايه؟ برنت، واختار بدل اول سلايد لا اقول له برنت سيلكشن، فهو جاب لي ايه؟ شرايح معينه. حتى تحت لو حبصت الجزء ده يمكن انا تخطيته، اللي هو جزء معينه بيوريك انت على شكله على الورقه هيبقى عامل ازاي، تمام كده. فهو هنا 1 اوف 3، يعني هو كده هيطبع 3 شرايح، يبقى احنا كده زي الفل. في ايه تاني غير برنت سيلكشن؟ قال لي في برنت كارنت سلايد، الشريحه الحاليه فقط اللي انا واقف عليها، ولا برنت كاستم رينج، ان انا هطبع نطاق معين، يعني اطبع لي مثلا من الشريحه 3 الى 7، شايفين كتبتها ازاي؟ تمام. او انا عايز اطبع طباعه متفرقه، اقول له والله اطبع لي الشريحه 1.3.9.12، ده بقى ايه اللي هو الكاستم رينج، من الى هعمل داش اللي هي الشرطه العاديه اللي هو الناقص اللي جنب الزائد، تمام، ما بين، يبقى كده النطاق من الى المتفرق زي ما احنا عملنا بالكومز. طيب لو عايز اطبع سيكشن معين بشرايحه هعمل ايه؟ عندي اوبشنين، ان انا اروح للسيكشن واعمل له سيلكشن واجي اختار برنت سيلكشن، بس انا هتاكد بقى ان انا ايه، ما سبتش التحديد يعني قبل ما انا ايه وانا جاي لقائمه فايل. لكن الاسلم بقى ان انت هتلاقي اوبشن جميل خالص هنا، ان هو جايب لك السكشنز وجايب لك كمان الكاستم شوز، يعني انت ممكن عاوز تطبع واحده فيهم، فانا هطبع سكشن معين فاختار اسم السكشن نفسه، اطبع لي الانترودكشن سكشن بس، يبقى كده هو هيطبع لي الانترودكشن سكشن بس. ده الامر الاول اللي فيه. بعد كده الفول بيج سلايد، الفول بيج سلايد معناه ايه؟ ان هو هيطبع لي شريحه واحده في الورقه الواحده، فانا كده هقول له فول بيج سلايد. ده فيه اوامر كتير جدا طبعا. النوتس بيج يعني هيطبع مع الشريحه النوتس اللي معاها بالشكل ده. اوت لاين هيطبعها ايه؟ كمخطط مكتوب كتابه بالشكل ده.
تمام. طيب هيطبع لي شريحة واحدة كده، هيطبع لي شريحتين في الورقة الواحدة، هيطبع لي 6 شرايح، 3 شرايح، واخدين بالنا ازاي؟ التخطيط اللي انا هختاره هطبعه معايا، اللي هو المكتوب عندي الهاند اوت، الهاند اوت 2 سلايدز. طيب ده المفروض اللي هو الشغل اللي انا بعمله في السلايدز يعني. بعد كده ده خاص بقى بالطبعه، الامر اللي ده اللي هو برنت وان سايدد، يعني هيطبع على جنب واحد او على الوجهين، او وجه واحد او الوجهين. ننزل تحت شويه، الكليت. ايه المقصود بالكليت او كليتد؟ وفي امر تاني اسمه ان كليتد، وايه الارقام المكتوبه تحتها دي؟ المفروض ان انا عندي مثلا 15 شريحة في المستند، واخترت ان انا هيطبع لي 3 شرايح في الورقة الواحدة، وقلت له اطبع لي 3 نسخ من المستند. فبالتالي المستند النسخة الواحدة هتبقى عاملة معايا 5 ورقات، تمام كده. فهو المفروض في الكوليشن في ال3 نسخ هيطبع 5 ورقات النسخة الأولى، وبعدين يطبع 5 النسخة الثانية، وبعدين 5 النسخة الثالثة. ده كده كوليتد، يعني هيطبع مستند مستند، نسخة نسخة. لكن الانكوليتد هيطبع ال3 نسخ من كل صفحة لوحدها. حتى هو كده بدأت الدنيا توضح الأرقام دي إيه؟ إن هو هيطبع لك الصفحة رقم 1 ثم 2 ثم 3 ثم 4 من السند الواحد. لكن هو في الانكوليتد هيطبع 1 1 1، دول 3 نسخ، فهيطبع 1 1 1 صفحة رقم 1 1 1، وبعدين صفحة 2 2 2، 3 3 3، وبعدين رتبهم أنت بمعرفتك بقى. وضحت الصورة؟ يا رب تكون الدنيا وضحت هنا. بعد كده الاورينتيشن، اتجاه بقى الورقة أو اتجاه شريحة الورقة الواحدة. فكده البورتريت اللي هو العمودي أو الرأسي في الورقة بالشكل اللي احنا شايفينه في البريفيو أو في المعاينة، والثانية اللاندسكيب اللي هو الشكل العرضي يعني. هيبقى بالشكل ده. سواء الاورينتيشن اللي يريحني في الطباعة أنا هختاره. دي يمكن كانت معظم الإعدادات العامة أو المهمة اللي ممكن أنا تفيدني في عملية الطباعة. الشير اللي هو المشاركة، احنا اتكلمنا في الحتة دي مع بعض، وقلنا احنا كمهارات ام او اس او كشغلنا كيوزر عادي، الجزء الخاص بالاونلاين والانترنت ما بيهمناش كتير، ان هو الجزء ده خاص بالكولابوريشن او التعاون، ده بنتكلم فيه، بنشرحه احنا مع بعض في مبادراتنا الاونلاين اكتر من يعني، ده مش هدفنا يعني. تمام. الاكسبورت ما بيختلفش كتير عن الحفظ بالنوع، ان انا هصدر الملف الباوربوينت هصدره بصيغه تانية. تمام. ان انا اعمل فيديو، كان في السيف از فيديو على فكره. تمام. ان انا هعمل دوكيمنت هخليه مستند سواء بي دي اف او اكس بي اس، طب هو كان في السيف از برضه. تمام. بعد كده هحمله ايزو دي في دي، او هعمل هاند اوت، ادي كريت هاند اوت اللي كانت فيها الماستر، اعمل كريت هاند اوت. تمام. هعمل هاند اوت منه ان هو يتطبع. يا جماعه فاهميني ازاي؟ فهختار الشكل اللي عاجبني انا من دولت في الهاند اوت. تمام. واقول له اوكي وخلاص. نرجع تاني مع بعض ونروح تاني الاكسبورت، هلاقي الفروق مش كبيره. تشينج فايل تايب، ما هو نفس الكلام، كانك بتقول له سيف از ويفتح لك الفايل تايب وتغيره. كلوز، ان انت خلاص هتقفل البرنامج او هتضغط من اكس لهنا، دي كده نفس الاوبشن. اكونت اللي هو دايما الحساب المرتبط بالاصدار. غالبا انا كده انا المفروض عامل ساين ان عشان ده 16 او 19، فكده في اكونت خاص بيا. دايما احنا بنسجل باكونت الوزاره اللي هو اكونت مايكروسوفت اوفيس 365. الاكونت دايما بيظهر لي انا ايه الابديتس اللي موجوده، لو في تحديث معين او لو انا عاوز اعمل ابديت، وكمان التطبيقات اللي متاحه عندي على الاوفيس كلها، وكمان الاصدار اللي انا شغال عليه. يعني لو عايز اتاكد هل شغال مع مصطفى بيشرح، وفي حاجات تايهه مني انا مش ظابطه معايا، فاول حاجه اتاكد منها ان انا الاصدار شغال معايا من اكونت، فاروح لفايل وبعدين اكونت، وهبص على اوفيس اللي مكتوب باللون الاحمر الكبير دي، هتلاقي تحتها ايه مايكروسوفت اوفيس بروفيشنال بلس 2019، يبقى كده انا تمام. 2016 بحضرتك نسخه 16 13 13 10 10. في الاخر خالص بقى ايه الاوبشنز، الاوبشنز اللي هي الاوبشنز العاديه بتاعت الوورد، مش هتكلم عنها كتير.
الجنرال انا بتحكم في حاجات معينه، زي مثلا زي مثلا حضر مثلا البسيط خالص اللي هو المقايسات او القياسات اللي موجوده في الاوفيس عندي، مثلا شغاله بانهي مقياس، هل هي شغاله بالانش، شغاله بالسنتيمتر، شغاله بمقياس ثاني اخر. في انا عندي اللانجوج اللغه، اللي هي في عندي لغتين، لغه العرض ولغه التحرير، واخدين بالنا ازاي؟ فانا عندي لغه التحرير دي معروفه ان انا عندي لغتين ببدل ما بينهم، اللغه الانجليزيه واللغه العربيه، تمام؟ وعندي كمان لغه العرض، لغه العرض اللي هو الافتراضيه اللي نازل بيه، واحنا اتكلمنا يمكن في محاضرات سابقه ان انا ممكن انزل الباكج في اوفيس 2016 او 19 اللي عامل بيهم ساين ان، انزل باكج اللغه العربيه واعمله سيت اب بشكل افتراضي بسيط، هتلاقيه اتضاف عندك هنا، بحيث يبقى عندك وجهتين، يعني البرنامج يبقى عربي وانجلش. انا مش بتكلم عن لغه التحرير ما بالنا فيه، فانا ممكن اغير فيه واعدل ما بين اللغتين، اعرض باللغه دي او اللغه دي، تمام؟ في عندي سيف، دي بقى خيارات الحفظ، خيارات الحفظ ما فيش فيها شغل كتير، حضرتك هتبص الاوبشنز دي كلها اليوزر العادي ما بيعديش عنها خالص يعني، تمام؟ نتكلم في اخر نقطه واخر جزئيه، اللي هي جزئيه انفو اللي انا كنت مخليها للاخر، هي المعلومات المستند، تمام؟ معلومات المستند اول حاجه هتكلم فيها اللي هي البروبرتيز او الخصائص، دي خصائص المستند اللي هو اثناء المشاركه المستند ده، حضرتك هتعمل له تايتل عنوان او تعمل له كاتيجوري او تعمل له ستيتس، الحاجات دي بنسميها معلومات او خصائص المستند. فعند بروبرتيز هتلاقي عندك مثلا كلمه تايتل، انت عايز تعمل له تايتل عنوان معين عشان اثناء المشاركه في ملفات كتير، فانا عاوز احدد ده نوع مستند معين، فاقول له والله ده المستند ده خاص بي انا فخلي باسمي يعني. هكتب بس كتاب واضغط في اي حته فاضيه اتضافت، هضيف تاج، هضيف كاتيجوري معينه، الكاتيجوري ده ان الملف ده معمول ان هو يتعمل اونلاين عشان يتعرض معايا اونلاين، تمام؟ في كمان في هيدن بروبرتيز، يعني في حاجات لسه مش واضحه معايا، فهنا تضغط شو اول بروبرتيز عشان يظهر لك كل ايه الخصائص اللي انت ممكن تعملها على المستند، زي مثلا في حاجه اسمها الستيتس، الحاله بتاعت المستند نفسه، الكاتيجوريز خلاص اونلاين حضرتك ضفتها، وهكذا. في حاجه تانية اللي هو اوبتمايز كومباتيبلتي، اللي انا مش هضغط عليها ولا ادوش حضراتكم بيها، كانت موجوده في قائمه فيو، سوري قائمه ريفيو. الكومباتيبلتي اللي هو وضع التوافق، وضع التوافق بمعنى ايه؟ ان هو مثلا انا شغال جاني مستند من مستر جدري بعته لي على الواتس، فنزلته على الجهاز، مستر جدري يعني محرر المستند كله ومظبطه على اوفيس 2013، وانا فتحته باوفيس 2019، فكده هيفتح على وضع التوافق يعني، بس دي الفكره هنا. بعد كده الكومبريس ميديا، دي خاصه باللي انا هضغط الميديا اللي موجوده عشان تطلع لي في الاخر الفيديو، وهختار التايمنج التوقيتات بتاعت الشرايح عشان احدد الوقت اللي معاي. في عندي بروتكت برزنتيشن، بروتكت برزنتيشن انا احمي البرزنتيشن بتاعي بحيث لما ابعته لحد اولويز اوبن ان ريد اونلي، يفتحه كده على وضع القراءه فقط غير وضع التحرير، غير ان هو يلغي. انكريبت ويز باسورد، ان ممكن اعمل باسورد للمستند ده عشان الحقوق الملكيه والحفظ. مارك اس فاينل، دي برضو خاصه بايه؟ بالمشاركه والتحرير فيها، لما يكون في تشارك في الملف الواحد، بدي امر مارك اس فاينل، يعني خلاص يا جماعه كده ايه ده المستند النهائي بقى اللي احنا هنشتغل بيه او هنعرضه يعني. طيب تشيك فور ايشوز، لو انا عندي مشاكل معينه في المستند عاوز اتاكد ان خلاص كده انا عاوز اعمله فاينل، هل في مشاكل معينه او في خطوات معينه ناقصه، فانا هعمل انسبكت للمستند ده. الامر ده مهم، وفي دي مهاره من المهارات اللي بيجيسها الام او اس، ان انت تعرف تعمل تدور تفتش بمعنى اصح عن الاخطاء اللي موجوده في المستند وتشيلها، او انك انت تستعرض ان في مشاكل معينه او في حاجات معينه موجوده ولا لا. انسبكت دوكيمنت، فهضغط انسبكت دوكيمنت وهقول له يس، هيفتح لي نافذه كده مكتوب فيها مجموعه عناوين كتير، ان هو يفتش هل في كومنتس ولا لا. هناخد كام حاجه كده على السريع، ان هو هل في كومنتس ولا لا، في تعليقات اللي احنا اتكلمنا عنها ولا لا، في كونتنت اد انز يعني في محتوى اضاف انت استردته من بره، هنزل مثلا تحت في حاجه اسمها اوف سلايد كونتنت، يعني مثلا ايه اوف سلايد كونتنت، يعني في محتوى موجود خارج اطار الشريحه، مثلا البرزنتيشن نوتس
الانك يمكن انا دخلت في الريكورد سلايد وما استطردتش فيها كتير، بس الريكورد سلايد اصلا فيها حاجه ان حضرتك تمسك هايلايت كده بالقلم وتبدا تعلم وتبدا ده اسمه الانك انوتيشن، تمام؟ فهتبدا تفتش عن الاخطاء او تفتش عن المشاكل الموجوده في المستند وتعمل له انسبكت. فبيقول لك ان احنا لقينا للمستند ده فيه بروبرتيز، الخصائص اللي احنا عملناها من شويه، موجود خصائص للمستند عباره عن الدوكيمنت بروبرتيز اللي هو التايتل والكاتيجوري والستيتس، تمام؟ في عندي الكونتنت اد ان، مفيش. في عندي التاسك بين اد ان، التاسك بين ده كان موجود عندي في الـ في الـ اسف في لوحه ظهرت معايا اللي هو اسمها التاسك بين امبيد دوكيمنت حضرتك، اللي هو ايه الاضافات يعني في مستند تم اضافته من الخارج على الشريحه او على البرزنتيشن، يعني وهكذا وهكذا. لو مثلا انا مثلا في مهاره مثلا تطلبت مني ان انا اعمل انسبكت لشيء معين او لايشو معينه من الايشوز اللي موجوده ديت واشيل الايشو دي نهائي او اشيل المشاكل دي نهائي، فانا اوتوماتيكلي هعمل ايه؟ ريموف لها، تمام؟ واعمل كلوز. يمكن احنا كده تصفحنا معظم الاشياء اللي موجوده في قائمه فايل، وسريعا كده يمكن محاضره النهارده كانت اسرع شويه رتمها من المحاضرتين اللي فاتوا، ولكن انا كان بودي ان انا اغطي كل المهارات اللي بيشملها امتحان الام او اس عشان ابنائنا الطلبه، وكمان عشان الزملاء الافاضل حابين يستفيدوا من مهارات معينه من البرنامج. يا رب يا رب ان شاء الله اكون وفيت بجزء من الوعد اللي وعدنا حضراتكم بيه بان احنا هنشرح كل المهارات الموجوده في كل التطبيقات الى حد ما قدر المستطاع. في النهايه انا شاكر جدا لحسن استماع حضراتكم ولطول صبركم معانا عشان مده طول المحاضرات الممله بتاعتنا، بس يا رب نطلع بفايده. شاكر جدا لحضراتكم، وان شاء الله منتظرتكم في مع المبدع قدر المنشاوي في الثلاث ايام القادمه، وبعده مباشره المبدعه مساهم بوضوح مع الإكسل ثم الوورد، وشكرا لحضراتكم جدا.